السلام عليكم ورحمة الله. وصلت HDMI اللي تتوصل على التلفزيون، تشبك على جوالات الأندرويد والآيفون. مكسور فيها الرأس، صلحناه مع بعض. هنبدأ بالفيديو في الخطوات ونشوف طريقة الإصلاح وتشغيلها مرة ثانية على التلفزيون. نتوكل على الله. بسم الله. طبعا مكسورة من هذا المكان، طالع من مكانها. راح نحاول ننظف ونركبها مع بعض، بس هو في البداية حنشوف، نحاول نركز أيها مكانها، في هالجهة أو هالجهة. هنحط بهذا الشكل، هنشوف هالأرجل متطابقة. ولو جينا على الجهة الثانية، دخلناها في مكانها، هنشوف الأرجل ما هي متطابقة. نقلبها، هنشوف الأرجل أجت في مكانها. مبدئيا احنا راح ننظف هذا المكان وهذا المكان، وندخل القطع في مكانها. يعني في هذا الشكل، لو دخلت في مكانها هنشوف الأرجل تنزل صح. وفي العكس راح تكون الأرجل سليمة. راح ننظف أنا راح أحاول أنظف بس الأطراف، الباقي على التركيب يثبت مكانه.
صورة الميكروسكوب واقفة.
بعد ما ركبنا القطعة وشفناها هاي هي بعد التلحيم اشتغل التلفزيون. تمام هاي فتح التلفزيون على الجوال.